تحكم على سواريز دلوقتي ولا لسه شويه؟ لسه الحلقه اللي بعدها. لا الحلقه دي لا دي؟ لا كفايه. اتفضل. كفايه اتفضل. هو يعني انا شفت تصريحاته امبارح، هعلق على الموضوع ده بس بعد ما انا بس شفت تصريحاته وانفعل على اللعيبه وقال لهم انا همشي المقصر. ماشي كويس، ولكن انت قلت ديريرا ليه بصمه؟ انا مش لاقي من سواريز دلوقتي داخل في 10 ماتشات او 9 ماتشات ما شفتش جمله، ما شفتش كورنر، ما شفتش فاول. هتقول لي اصل اللعيبه اللي ما بتلعبش معاه. لا، وائل عارف، وائل مدير فني كبير وانا جربته في التدريب. لا لا، وائل المدرب كابتن في 10 ايام بيبان له بصمه. انت فاهمني؟ سواريز لا، انا حاسس ان هو مقتنع ان هو ماسك فرقه في وسط الجدول. والله يا كابتن انا حاسس ان هو بيبص في الماتشات. انت عارف انت بتلعب المقصه امبارح بالناشئين، الناشئين المقصه اللي بتلعب البودلة ومش قادر تجيب فيهم جون غير في الدقيقه 90 ضربه جزاء. دي ما تقوليش اصل كان مريح ناس كتيره. طيب نرجع للحته ان مريحين لعيبه. طيب انا بديك فلوس وعامل لك عقد عشان اريحك شهر وشهرين، ده اكل عيشك. اريحك اسبوع ماشي، فين بقيه الناس؟ لعيبه بعيده قوي، هترجع امتى؟ انت داخل على كاس كان ممكن تخرج، كان ممكن المقصه امبارح لو عندها جراءه كانت تكسب. فانا شايف ان سواريز ايامه معدوده في نهايه الدوري والكاس. معدوده طبعا يا كابتن طبعا، رغم كل الظروف اللي بيتعامل فيها. الظروف دي يا كابتن، ما هو فيريرا، ما انت شايف الظروف كانت اوحل من الاهلي. يعني الزمالك كان جايب فرقه، ما كارتيرون كان سايب برضه فرقه مهلهله زي موسوماني كان سايب فرقه مهلهله. بس هنا مدير فني فوق الناس، هنا مدير فني مش مستسلم. انا بحس ان سواريز مستسلم. العب بالناشئين، هلعب بالناشئين. لا العب بالقدام، لا العب بالقدام. لا ملوش بصمه ومش قوي.